باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب كره من الكذب على الناس وحب يرجع للفطرة السليمة. أي أسلم وحياتك يا بايزة ولا يا بايزة يا اللي عايزة أنا ممكن أعملك زي أخوك اللي قبل منك وأخرجك من بره الحوار وهخليلك أو أخليكي تنعنشي. ما علينا، حوارنا المباشر وهو لابد أن يكون بيننا الاحترام المتبادل وأن يكون بيننا حوار رائع وممتاز. وعم كل العلم أنه القس ديماديوس بيقول ويصدم الجميع، أعلن خضوع التام لمجمع كنيستنا القبطية ولأبينا البابا تودروس، أثق أن أبوتهم قادرة أن تصفح لجهل ضعفي. القس ديماديوس حبيب إبراهيم الذي أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارا بوقفه ومنعه من التعامل مع وسائل الإعلام، باسم إلهنا القدوس أباء الأجلاء وأبناء الغاليين أقبل أيديكم وأسجد أمام هيكل المقدس. مفيش غير المسلمين يتراجعوا عليا، مش عارف ليه. انت صح، أقبل أيديكم وأسجد أمام الهيكل المسيح الذي فيكم وروح القدوس الساكن فيكم، وأعلن في البداية خضوع التام لمجمع كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ولأبينا البطريرك صاحب القبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، وأعلن خضوع التام لهم مضيفا عبر صفحته. وأعلن أني أخطأت بشيء بعلم أو بغير علم، بقصد أو بغير قصد، فأنا أثق أن أبوتهم قادرة أن تصلح لجهل ضعفي وتقوم كالأب الذي يقوم ابنه ولا يقطعه أو يقرأه. وأعلن من اليوم أن تنقطع صلتي بأي أخبار أو مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أقوم بأي شيء غير من خلال صفحتي الشخصية على الفيسبوك لخدمة المسيح والكرازة بالإنجيل، كما أطلب الصبح منكم يا شعب المسيح إن كان صدر مني أي شيء أعصركم سواء بقصد أو بدون، فكلنا تحت الضعف وأطلب صلاتكم من جالي. واختتم كما أرفض أن يتحدث أحد بالنيابة عني أو ينقل كلام عن لساني منذ تلك اللحظة حتى لا تسبب البلاء أو نقلهم لقيل وقال. أكثر من ذلك الرب يحفظ كنيسته ويبارك خدمة قداسة البابا تودروس الثاني وشركاء في الخدمة الرسولية. صلوا لأجل ضعفي ابنكم غير المستحق القس ديماديوس حبيب الرائب، وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا بخصوص القس ديماديوس حبيب إبراهيم الذي أثار ضجة مؤخرا بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه، وجاء بنص كل ما صدر عن القس ديماديوس حبيب إبراهيم من التصرفات المثيرة للجدل لا يمثل سوى شخص، والكنيسة غير مسؤولة عن تلك التصرفات. هذا الأب أثار الكثير من الأزمات والمشكلات عبر سنوات في كل كنيسة خدم فيها وتنقل بسبب مشكلاته بين عدة كنائس، فضلا عن صدور تصرفات منه من حين إلى آخر تثير الجدل في الشارع وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. طوال سنوات حاولت الكنيسة من خلال أبواها حل مشكلاته
ومعالجة أخطائه بروح الأبوة حرصا على سلامه وخلاصه، وتم نصحه كثيرا ومنح فرص عديدة. فعلنا هذا بكل صبر وإناء في هدوء. هو بيقول إيه؟ يبسط رد علينا مين دوماديوس حبيب إبراهيم مين؟ يا حبيبي ده قص خرج بعد عنك كده يعني، وقدم ذبيحة، جاب خروف وذبحه وقدمه ذبيحة. إحنا ما عندناش الكلام ده. اولا ابونا ابراهيم قدم اسحاق، العهد القديم بيقولوا نقدم اسحاق، المسيحيين بيقولوا نقدم اسحاق، الاسلام بيقولوا نقدم اسماعيل، منين ما نعرفش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، المسيح هو كان الذبيحه الوحيده، هو اللي اتصلب واتذبح واتف في وشه واتضرب على قفاه وحصل فيه كل اللي انتم بتحكوه فيه ده. فهنا واحد الاخت فايزه بتقول لي ربنا يهديك للاسلام وينقذك يا استاذنا العزيز. ده الاخ فيصل الملكي. ليه بس؟ ممكن سؤال اتفضل لما نكمل بس. ايه؟ طوال سنوات حاولت الكنيسه من خلال اباها حل مشكلاته ومعالجه اخطائه بروح الابوه. تم التحقيق معه في شهر اغسطس من العام الماضي وصدر قرار بايقافه عن العمل الكهنوتي، وهو القرار الذي تم لم يلتزم به بل تمادى مؤخرا بتصرفات المثيره للجدل متابعه. وبناء على ما سبق اصدر قضاء صدر بابا طاووس الثاني قرارا بتشكيل لجنه من 3 أعضاء من احبار الكنيسه وبعض الاباء الكهنه للتحقيق معه. وتم استدعائه يوم الاربعاء الموافق 19 يونيو 2024 للمسؤول امام اللجنه، حيث تم الاستمتاع اليه ومناقشته تلك التصرفات. قعد مع شيوخ ايرانيين وقعد يتكلم معاهم وقعد يعمل مقارنه بين المسيح وبين الحسين، حاجة آخر بعد عنك يعني. وبأسباب عدم التزامه بقرار قدس البابا في 12 أغسطس 2023 بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية، انتهت اللجنة استمرار إيقاف القس دوماديوس حبيب عن الخدمة الكهنوتية ومنعه من التعامل بشكل كامل مع وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بكافة صوره. قضاءه فترة خلوة روحية بأحد الأديرة القبطية لمنحه فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته حرصا على خلاص نفسه. واختتم البيان، خد عندك بقى، خد عندك الكلام اللي فعلا يحزن ويوجع القلب، يحزن ويوجع القلب. ليه؟ لأن ما زالت هنا بيقول لك إيه، المسيح يصلب ولم يضرب ولم يهان، حشاء أن يكون لعنة سبحان الله عن الزبون. كنت هموت من الطعم الجامد. طعم ايه؟ مش عارف يعني قصدك ايه، مش عارف. يا ربنا يديك الاسلام. خلاص ماشي. ليه بس؟ ممكن سؤال. لا حول ولا قوة الا بالله. دي اللحمة طعمها حلو، لحمة ايه مش عارف. ادعوه بالهداية للاسلام يا اخوتي، والله جدتي عملت لحمة ورز. المسيح لم يصلب. ارجوكم لا احد يستهين يستهزئ او يضحك عليه، بس ادعوا له للهدايه. شكرا يا اخ فيصل، ربنا يهديك يا رب ويجعلك كده يا رب تكون مع الملائكه والقديسين وتكون مع الانبياء. انا مش بضحك، والله مش بضحك عليه. طعم اللحمه مع الرز اخ برول تحذير، وهوقفك عن الحوار لمده 5 دقائق لحد ما تحترم نفسك. شكرا لكم احبائي واعزائي، واتمنى لكم كل الخير والسعاده، ويا رب تكونوا كل خير وسعاده.